ولتفاصيل أوسع يلتحق بنا من مكة المكرمة نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط. دكتور، دعنا نبدأ بهذا الإتاحة الجديدة للمعتمرين من خارج المملكة بالتنقل هذا العام بين مختلف مناطق المملكة. كيف هي الآلية وما الجهات التي ستشارك في هذا الأمر تحديدا؟ طبعا في البداية أود أن أهنئ حقيقة المعتمرين بداية الموسم المعتمرين لهذه السنة 1440، وهو كان بداية من بداية شهر محرم. حقيقة وزارة الحج والعمرة من ضمن مبادراتها لتفعيل رؤية 2030 وتحقيق على أرض الواقع كان لها عدة مبادرات، ومن ضمنها هي تمديد فترة العمرة لتكون في معظم السنة. وكانت في من ضمن أهداف هذه المبادرة هو إسراء رحلة المعتمر أثناء تواجده في المملكة العربية السعودية. نعم. وكانت حقيقة من ضمن البرامج التي ستوضع لهذا العمل هو وجود بعض الرحلات الإسرائية والثقافية الموجودة في المنطقة أو موجودة في قرب منطقة مكة المكرمة. طبعا هذا الإجراء الآن هو في الدراسة، وإن شاء الله بإذن الله حتطلع تفاصيله في الأيام المقبلة بإذن الله. ولكن الآلية حتكون موجودة وحتتبع هي من خلال الشركات التي تم تفعيلها مؤخرا، وزيادة عدد الشركات التي تعمل في مجال العمرة، ومن خلال أكيد تنسيق التام مع هيئة السياحة لوضع برامج خاصة بهذا الأمر، تضع في المسار الإلكتروني الخاص بوزارة الحج والعمرة لتكون من ضمن الباقات التي تقدم لضيوف الرحمن وبالأخص المعتمرين والزوار. عدد هذه الشركات دكتور عبد الفتاح، أو يعني أيضا الآلية المتاحة مع تلك الشركات في أن أيضا تحصل على الفرص في التنقل بالمعتمرين داخل مدن المملكة؟ طبعا من السنة الماضية وزارة الحج والعمرة سعت بشكل كبير جدا حقيقة لتمكين القطاع الخاص للعمل في العمرة. انتقل العدد من 34 شركة عاملة كانت في السنة الماضية، الآن وصل العدد إلى قرابة 600 شركة من الشركات الوطنية التي تعمل في مجال العمرة. من خلال تأهيل هذه الشركات حقيقة حتسري بشكل كبير جدا رحلة المعتمر والزوار أثناء تواجدهم في المملكة العربية السعودية. طبعا أكيد كل شركة من الشركات هذه ستقدم العديد من البرامج الخاصة بالمعتمرين اللي تشمل عند وصولهم إلى أرض المملكة العربية السعودية حتى مغادرتهم من المملكة، والاستثمار الحقيقي لوقتهم أثناء تواجدهم في المملكة العربية السعودية. دكتور عبد الفتاح، كيف أيضا يعني سؤالي الأخير وأريد إجابتك بإيجاز، يعني عن التواصل أيضا مع الجوازات في هذا الشأن؟ طبعا نحن لما نتحدث عن الحج أو العمرة بصفة عامة حقيقة وزارة الحج والعمرة لها تنسيق كبير جدا مع قطاعات الدولة الأخرى الثانية. والتي النجاح في حج الماضي التنسيق الكبير بين وزارة الحج والعمرة وجميع القطاعات، هذا اللي يتم حقيقة في العمرة. ونحن دائما نقول انه العمره او الحج لا تتم من خلال فقط وزاره الحج والعمره، ولكن حقيقه قطاعات المملكه العربيه السعوديه تسخر كل امكانياتها البشريه والموارد الماديه لجعل رحله الحاج والمعتمر على افضل وجه. وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وحكومه المملكه العربيه السعوديه. نعم، من مكه المكرمه نائب وزير الحج والعمره الدكتور عبد الفتاح مشاط، شكرا جزيلا لك.